المظهر ديال وليداتكم كيهمنا بواحد الشكل كبير. الشعر ديال وليداتكم خاصو عنايه خاصه، خاصو بعض الاهتمام، خاصو بعض الوصفات الطبيعيه، وكذلك بعض السلوكيات الخاطئه اللي ممكن نغيروها اثناء معالجتنا للشعر ديال وليداتنا. معنا الملكه منى الصيف المختصه في التجميل، كتعطينا وصفات طبيعيه متميزه خاصه بالشعر ديال الوليدات. اهلا بك لاله ملكه ومرحبا بك. صباح الخير. شكرا. شخبارك؟ مزيان الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. وحنا معك يعني، والبارح تكلمتي يعني على بعض النقط اللي هي مهمه جدا 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 بالنسبه للشعر ديال الطفل والعنايه به. تكلمنا يعني على بعض الزيوت اللي ممكن كذلك انها توالم البشره او الفروه ديال راس الطفل. تكلمنا على كذلك بعض التقنيات الخاصه كذلك في مشط مثلا الشعر. تكلمنا على انه خاص الابتعاد على بعض الشامبوانات اللي فيها تركيبات كيماويه معينه مجهده على الفروه ديال الطفل. فيعني كل هذه النقاط هذه اكيد مهمه لاله ملكه منى الصيف. احنا اليوم غنبداو معك وصفات ان شاء الله. ايه اليوم غادي نهضر على واحد المشكل كذلك في شكل مشكله بالنسبه للامهات، خصوصا ملي تيبداو يكبروا شويه، تيبداو يمشيو للمدرسه. ايه كي تيجيبوا القمل من المدرسه او من الزنقه. نعم نعم. هذه تيكون تكونوا بعد في هادشي موسمي، القمل ما تيكونش دائما، ولكن ملي تيجي شي مدرسه ولا شي محل راه كلشي غيتطلع له الراس. دابا يعني الملكه راه فرنسا دابا ودايره. وي فرنسا تماما. راه لاحقت على هذا المشكل هذا ديال القمل. في المدارس عموما هادشي ما هو لا وسخ ولا ماشي حشومه، وماشي حشومه، ماشي حشومه، لانه عادي جدا. نعم. لان في المدرسه المدارس الفرنسية تكتب الأمهات كتكتب لهم رسالة كتقول لهم اتونسيون زعما حداو راسكم، حداو راس ولادكم، راه كاين القمل في المدرسة. نعم راه كيدور. الناس يردوا البال. نعم. لأن الحاجة ملي تكون صغيرة ولا قليلة تنقدروا نغلبوها. تماما. ولكن إلا كثر وعمر في الراس تيدوز للوحدين الآخرين. تماما. هذا هو علاش تيعلموا باش يقضوا عليه الأمهات. إذا القمل ممكن معالجته ولا لا؟ ممكن معالجته طبعا، غير هو خص الإنسان ينتبه له في الأول. نعم. يد وحده، كل شيء خاصو يتعاون على هذه المساله هذه. حيت انا الا داويت يعني شعر ولدي خاص الامهات الاخرين كذلك يقوموا بنفس العمل. تماما. يد وحده ما كتصفقش. نعم. شنو كتقترح؟ القمل حشره صغيره تتنقل من واحد غير بالهضره ولا باللعب في الاستراحه ولا تيتقاس الشعر ولا الاخت لخوها تيكونوا في البيت ولا ينعسوا بجوجهم فوق فراش واحد ولا تيحط راسه على راسها ولا شي حاجه تيتنقل بسهوله. ولهذا خص واحد يشوفه ويرد البال كيفاش باش يعرف واش فيه القمل، لان الام اللي تشوف الولد كيحك راسه. نعم تماما. ولا البنت تقلب لها راسها خصها تقلبها تحت واحد الضو، لان القمل ما تيبانش لان لاصق في الجلده داك البيض ديالو. تيتغذى كما قلت على الدم ديالهم، تيبقى لاصق دائما في الجلده. اما وتيولد ولما تيولد كيدير البيض ديالو فوق الشعر ماشي في الجلده، باش يخلي البشره خاويه تيتغذى منها. كيدور فيها كيما بغا. ولهذا تيبان لنا بسهوله هذاك لي لونط سميتهم صيبان. كيبانوا لاصقين في الشعر. والتريتمون اللي تنديروا القبل ماشي هو اللي تيدار للصيبان، لذاك البيض ديالو. يعني كل واحد عنده تقنية خاصة. تماما. خاص كاين دابا واحد المشط الكترونيك تيتباعوا. مشطة فيها بحال شي ضو بحال شي تتمشط بها كتجبد كاع القمل ولا الصيبان تيلصق فيها. كتجرو يعني بحال شي اما وبحال واحد الهنده كتجبد هذاك الشيء. ولهذا ديك المشطة ما عرفتش واش كاينه في المغرب او لا ما كايناش، تيسولوا الصيدليات. وكاين كذلك شامبوانات وكريمات. شامبوان بوحدو ما تيحيدش القمل. نعم نعم نعم. خاص شامبوان وشي كريمه ولا تريتمون. والمشطة الصيدلية. والمشطة لاله ملكه. والمشطة خاصها تكون رقيقة هذيك باش تيحيد. نعم. الصيبان. نعم نعم. وهذا وسميتو ولهذا تنشوفو الشعر اكثر الاطفال اللي تيكون فيهم القمل
هما اللي ما تيغسلوش بزاف في يعني كوتيديانمون يعني الماء الماء ما تيزولش القمل، ماشي نقولوا نشطوا بالماء ولا نغسلوا راه غادي يطيح ولا يتحيد، لا لان عنده في رجليه القمل رجليها بحال الكروشيات كتلصق في البشره ديال الراس وجلده الراس، واخا تمشطوا واخا بحيث حتى المشطه ما كتحيدوش. نعم نعم كتحيد قلت لك اللي تتهبط عليه يعني الصيبان فقط، اما القمل تيخصو ماده اخرى وهي الزيوت. ياك لان الزيوت هو تيتنفس، ولا درتي له الزيت ما تيبقاش يتنفس ولهذا تيموت. خص الام دير دي باندويل يعني حمام زيت للراس ديال الطفل البشره الجلده دراسو، والزيت ما خصش اي زيت خفيفه، خص زيت تكون شويه سميكه بحال زيت الكوكو. اييه بحال زيت هادو جوج الزيوت اللي يمكن لها ديرهم لهم، زيت الكوكو او زيت الخزامه. الخزامه ممكن لا ما عرفتش الخزامه يمكن تاخد شي حاجه اللي تخنقو ماشي اذا تكون بحال الزبده تقريبا. الزبده الاساسيه كذلك تا الغدا ونعطي وصفات اخرى دابا اليوم ندير هذا الزيت ديال اللي تطول الشعر الكاريتي. الكاريتي لا زبده الكاريتي لا زيت هذه زيت تبع في الصيدليات كذلك. نعم هي سائلة ولا يعني بحال كريمة يعني سائلة تتباع تطول الشفار وتطول الشعر زيت الخروع. خروع نعم تماما ولا زيت الخروع حتى هي ايبيس غليظة شوية ديك الزيت ثقيلة بغينا نقولوا تنشققوا بها الشعر وتنخليوه لهم مثلا نص نهار ولا شي حاجة الوقت باش ما بقاش يتنفس لك فيه، وتنقدوا واحد المشطة الشعر فيه الزيت وتناخذوا واحد المشطة سنانها رقاق رقاق وتيبقاو يمشطوا لهم تيمشطوا تيمشطوا تيحيدوا داك الشيء من بعد تيديروا الشامبوان، وهذا ماشي مره واحده تيخصهم يديروا عده مرات. نعم الزيوت باش حتى اللي فلتات من داك هذا تتعاود تحصل مره اخرى. نعم ولهذا خاص مره في الاسبوع يتعمل له حمام زيت. نعم ويتمشط هذاك الشعر. ولما تشري مواد من الصيدليه خاصها تاخذ الشامبوان وتاخذ واحد لوسيون كتبع معاه اللي كتقتل حيت القمل تقتلو حاجه ولكن الصيبان تيبقى لاصق الشعر حتى تتولي يقمل. شنو رايك لاله مليكه؟ وانا سمعت على واحد البوماد الرائحه ديالها مجهده بزاف لدرجه ان الكبار ما كيقدروش يتحملوها وكيديروها الوليدات الصغار على قبل القمل. بحال هاد المواد هذه يعني يستحسن اننا نبعدوا عليها. واش في الصيدليه؟ في الصيدليه اذا كانت ديال الاطفال ماشي مشكل، واخا تكون الرائحه ديالها عرفتي علاش؟ لان الصيبان هو اللي تحتاج لانه ريحه مجهده شي حاجه مجهده شي حاجه مجهده باش يتحيد. نعم. ماشي القمله. نعم. القمل بحيث يمكن له يمشي غير بداك الشامبوان ولا بدا، اما الصيبان ما تيتحيدش يلصق كيبقى لاصق في الزربه وتيخص انا انسكتيسيد تقريبا ديال الحشرات هو اللي تيقضي عليه ماشي اي دواء حشرات نقولوا انما خطا خاص نقولوا مبيد هي اللي بغينا نقولوا مبيد في الصيدلية كيكون. نعم تيعطيوهم جوج الحاجات ماشي حاجة واحدة. نعم نعم ويحضيو الوقت الموسم اللي تيكون فيه هذا الشيء، ومن الأحسن بحال دابا البنات يجمعوا لهم الشعر بالضفائر ما يخليهم الشعر مطلوق، هذاك المطلوق هو اللي تيجمع دغيا تيلصق فيه القمل دغيا كيلصق ولا دغيا كيطيح منه. نعم حاجه يجمعوا له الشعر حتى الا داروا كتشوبه يجمعوا له شعرهم او الا يديروا له ضفائر او ضفره وحده باش يكون صعيب على البنت باش تقبض القمل من واحد اخر. وهذا يعني بالاضافه للمعالجه كذلك ديال الفراش لاله مليكه تماما، والمعالجه الفراش والانتباه الانتباه نعم الفراش لا تكون فيه شي حاجه ولا تكون فيه شي نعم الام ترد بالها بزاف لان ملي تيكون الموسم ديالهم تيكون راه تيدوز للمدارس والبنات والدراري كلهم اللي تيلعبوا الاجميع والخوت نعم تيدوز من راس لراس. نعم لاله مليكه يعني تكلمتي على زيت الكوكو وزيت الخروع يعني هادو مهمين جدا مهمين تحيدو يضربو هادو اولا. نعم وديك الساعه يعملوا اما داك المشط اللي قلت لك واحد المشط كيتباع الكترونيك. نعم يمشطو به الشعر. نعم شحال كيدير تقريبا في السوق لاله مليكه غير باش ناخذوا فكره والامهات ما عندكش فكره؟ كيتباع في الفارماسيا نيت كيتباع في الفارماسيا في الصيدليه. نعم وهذا يعني افيكاس يعني عملي طبعا طبعا تتبدي المشطه كتمشطيها كتلقايهم لاصقين فيها.
فعال يعني ما فيهش جدا. هذه المشطة الكترونيك ما تحتاج لدويات لتا شي حاجه. نعم نعم. ومن الاحسن اذا كانت البنت شعرها طويل وكانت صغيره احسن تقطع الشعر باش تقدر الام تداوي، حيت الا ما داوتوش وهو قصير ما غادي يجيها صعيب ما هو طويل. نعم. واحد البنيوتة اتصلت بينا ماماها عندها 9 سنين شعرها ناشف بزاف وما كيطوالش. هذاك الشيء طبيعه ديال الشعر اللي تيطوال ما تيطوالوش. نعم. طبيعه في الانسان على حسب التغذيه. نعم. ديالو. نعم. شنو تياكل وحسب الاصل. الاب والام كيفاش شعرهم داير فهما تيتبعوا. ومشاكل ديال تطوال الشعر الطويل ولا من مرطب نهضروا عليها غدا ان شاء الله. ان شاء الله ونعطيو وصفات يعني اكثر فعاليه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك لاله مليكه. شكرا على واجب. صباحكم مبروك. مبروك. الى اللقاء لاله.